على كل حال، المزيد من التفاصيل والمتابعة بينضم إلينا الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك، مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. مساء نوري. الحقيقة مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية اللي بتجمع بين مصر والأردن والإمارات يعني مبادرة ضخمة، يعني ستنتقل إلى التنفيذ على أرض الواقع. خليني في البداية أتكلم مع حضرتك عن فكرة هذه المبادرة وكيف ستعم بالخير على الدول الثلاث يا فندم. شوفي، اولا قبل ما اتكلم على فكره المبادره لازم نعرف ان احنا النهارده في عالم التكتلات مهمه جدا، بالذات مع الحرب الروسيه الاوكرانيه، وشايفين اعاده تشكيل التكتلات على مستوى العالم، حلف الناتو وضم دول جديده واعاده تشكيل اوروبا والازمات الاقتصاديه وسلاسل التوريد وارتفاع الاسعار، وبالتالي النهارده تكتل الدول الاقتصاديه المشابهه واللي ليها روابط او اللي ممكن يكون ليها فيها كلاسترنج او اللي ممكن فيها تكامل على المستوى الاقتصادي مهم جدا. مصر والاردن ودوله الامارات، وبالذات مصر والامارات، يعني خلينا اقول ان من ناحيه الاقتصاديه مهم جدا ان يكون عندي في اي تكتل او في اي علاقات مشتركه في اي مشروعات مشتركه يكون عندي شراكه سياسيه او قوه سياسيه او بوليتيكال ويل. والحقيقه يمكن النقطه دي مهمه ولابد من الاشاره اليها، يمكن ظهرت في خطاب دوله رئيس الوزراء ان العلاقات التاريخيه اللي ارساها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والبناء عليها مع اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد اللي هو اصبح النهارده رئيس دوله الامارات، قوه اساسيه ومتينه لهذه الشراكه الاستراتيجيه ما بين الدول الثلاثه. انت عندك الدول الثلاثه النهارده قوه الدول الثلاثه السكانيه بتمثل 122 مليون نسمه، فيها حوالي 49% منها شباب، اذا عندك طاقه اقتصادية كبيرة. مصر عندها طاقة صناعية كبيرة جدا منذ سنوات، وبالتالي بالذات مع المشروعات الاقتصادية والتنموية اللي الدولة انفقت عليها في السنوات الماضية عندها طاقة انتاجية كبيرة، هتستفيد بالتعاون مع الأردن اللي عندها موقع استراتيجي على البحر الأحمر زي مصر، وبالذات لو وافقتيني في الرأي ودي النقطة الأهم، مع شراكة تنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة أبو ظبي بالتحديد للاستثمار هتحط 10 مليار دولار هذه الشراكه. ابو ظبي او دوله الامارات عندها النهارده قوه تنافسيه ودوليه، وانا بقول دوليه مهمه جدا في التنافسيه الدوليه، اذا هيتم زي ما احنا بنقول يعني كومبايننج او افورتس كومبايننج التالنتس، او هيتم تجميع الصفات او الميزات التنافسيه لكل دوله. مصر طب يا فندم خليني اتكلم مع حضرتك عن هذه النقطه لو سمحت. احنا بنتكلم دلوقتي على فكره تنميه القطاع الصناعي، تعزيز الاستفاده من المزايا والموارد والامكانات والموقع الجغرافي المتميز والقدرات اللوجستيه والبنى التحتيه الهائله لكل القطاعات في الدول الثلاثه. خليني اتكلم مع حضرتك عن الميزه التنافسيه اللي بتمتلكها كل دوله من هذه الدول، ان كانت مصر او الاردن او الامارات، بمزيد من التفنيد يا فندم. دلوقتي الصناعات اللي هيتم فيها عشان يبقى الساده المشاهدين عارفين، بنتكلم على الاسمده، بنتكلم على الصناعات الغذائيه، بنتكلم على الصناعات الجوائيه، بنتكلم على البتروكيماويات، ودي صناعات استراتيجيه مهمه جدا في الوقت الحالي، في الوقت اللي فيه عندنا ازمه في سلاسل التوريد وازمه في النظام العالمي، وبالتالي شراكه في هذه القطاعات الصناعيه شراكه مهمه جدا. الميزه التنافسيه اللي حضرتك بتسالي عليها، انا كنت لسه بقول في سياق ردي على السؤال الفائت، ان النهارده دوله الامارات بما لها من خبره او بما لها من مكان النهارده على المستوى الدولي، لو النهارده تشوفي او تزوري ابو ظبي منطقه كيزد على سبيل المثال الصناعيه، منطقه جبل علي في دبي، او الصناعات المتطوره البايو تكنولوجي اللي موجوده في دوله الامارات، عندها ميزه النهارده وخبره، عندها خبره كبيره. لكن انا مش عايز اتكلم على دوله الامارات، لديها خبره كبيره في اداره مشروعات دوليه، يعني على مستوى حتى الانديه مانشستر ودول ويعني نوادي كثيره وانديه كثير حتى في الرياضه النهارده عندها خبره في اداره مشروعات دوليه. فدوله الامارات الحقيقه عندها خبره كبيره في اداره المشروعات الدوليه بما ليها من تنافسيه. مصر عندها ميزه كبيره النهارده، يمكن دوله رئيس الوزراء كان اعلنت الحكومه ان الصادرات الصناعيه او غير البتروليه وصلت ل 31 مليار دولار. الحكومه بتتكلم على 50 60 70 مليار دولار، دي ارقام كبيره جدا عشان تبقى عارفه في تطور وطفره في الصادرات الصناعيه. فالنهارده الصادرات الصناعيه او الطاقه الصناعيه الكبيره اللي مصر اللي قدرت تمتلكها او بتمتلكها، القاعده الصناعيه اللي مصر بتمتلكها في هذه الفتره مع التمويل او المكانه الدوليه لدوله الامارات العربيه المتحده، مع طبعا شراكه الاردن، هتخلق
قوه كبيره جدا في مجال الطاقه. طب ليه الصناعه؟ بس الحقيقه احنا عندنا برضو ميزه تنافسيه يعني اللي بتمتلكها الامارات يا دكتور، فكره هذه المكانه الدوليه، يعني يمكن اقرب مثال اللي بنتكلم عليه ان مصر ستنظم كوب 27 في نوفمبر القادم، والحقيقه ده من اكبر المؤتمرات والقمم التي ستعقد في الداخل المصري. والامارات هتنظم كوب 28 بعديها صحيح اللورة اللي بعديها على طول. فيمكن زي ما حضرتك بتقولي دوله الامارات النهارده بقى ليها مكانه كبيره على الساحه الدوليه. انت عارفه ان دوله الامارات في الكومبتيتفنس اندكس او الكومبتيتف ريبورتس من العشره دول الاوائل على مستوى التنافسيه الدوليه. الاولى في مجال الامن، الاولى في مجال البنيه التحتيه، الاولى في مجال سرعه انهاء الخدمات، الاتممه، سرعه الاستجابه لتغيرات السوق، المحفزات اللي الدوله عملتها، دوله الامارات اللي عملتها. لما تروحي دبي، يعني انا بكلمكم حاليا من دبي وابو ظبي، لما تشوفوا الاتممه او تشوفوا سرعه الاجراءات وسهوله الاجراءات وتكنولوجيا الاجراءات في فتح الرخص وفتح الاعمال او ستارت اب بزنس، طبعا حاجه رهيبه. يعني ستارت اب بزنس بتبتدي البزنس خلال يومين او ثلاثه، طبعا شيء جميل جدا. هتستغل هذه الميزه دوله الامارات بما ليها من قدره على التواجد، واصبح ليها مكانه جميله على المستوى العالم، هتستغلها مع القدره العميقه للصناعه المصريه. وبالمناسبه يعني خلينا اتكلم على، يمكن دوله رئيس الوزراء اتكلم على مشروعات وعلى تبع للمشروع. وبالمناسبه كون، ودي نقطه مهمه قوي، كون دوله رئيس وزراء، دوله رئيس وزراء يتولى بنفسه، وانت عارفه ان في مجلس الوزراء في وحده لمتابعه المشروعات، والسيد رئيس الوزراء يمكن يعني مختلطين بهذا القطاع بشكل مباشر وبشكل غير تقليدي. دولة رئيس الوزراء بيتابع عملية الاستثمار، والراجل حتى قال، يعني رئيس الوزراء قال انا بابي مفتوح لكل المستثمرين في لقائه مع المستثمرين الاماراتيين من حوالي 3 ايام. قال انا بابي مفتوح لكل المستثمرين وبالذات المستثمرين العرب، واتابع شخصيا كافة المعوقة. صحيح، رئيس الوزراء بتتابع المشروعات مع استثمارات كبيرة، وبعدين الطاقة اللي موجودة اللي عندنا كبيرة سواء في العاشر من رمضان أو 6 أكتوبر. بلاش، خلينا نتكلم على قطاع الأعمال العام. قطاع الأعمال العام قوة ضاربة كبيرة جدا جدا في الاقتصاد المصري. شركات كبيرة عندها إمكانيات كبيرة جدا، عندها مؤهلات كبيرة جدا، عندها وزير حقيقة نشيط، عندها قدرة كبيرة جدا في الصناعات المعدنية والصناعات التكنولوجية. يمكن كان بنتكلم على أول سيارة مصرية أو الكهرباء في مصر ممكن تتم في قطاع الأعمال العام. فعندنا في قطاع الاعمال العام الحقيقه عندنا قدره جباره، صناعات جباره وشركات متعدده تمتلك القدره الكبيره على التواجد. كل اللي بينقصنا حاجتين، او مش اللي بينقصنا، اللي هتحسن قدرتنا في هذه او هذا القطاع، التمويل الاضافي. وانا قلت يمكن شركه ابو ظبي بالمناسبه، شركه ابو ظبي للاستثمار شركه قابضه لها قدره دوليه كبيره على اداره الاستثمارات الدوليه. فكون النهارده ابو ظبي او دوله الامارات هتضع هذه الاستثمارات الكبيره، انا بقول قطاع الاعمال العام ممكن يدخل، عنده فرصه يدخل في هذا المجال لان عنده طاقه انتاجيه كبيره، هيتوفر لي التمويل وهيتوفر لي البعد الدولي الامبريلا او التوغل الدولي للاسواق والسمعه الجيده. اعتقد ان ده هيعمل طفره نوعيه. صحيح. طيب دكتور عمرو، حتى استثمر ما تبقى لي معك من وقت، يعني خلينا ايضا نتحدث عن الاردن في هذه المبادره الثلاثيه اللي بتجمع بين البلدان الثلاث، ونتحدث ايضا عن المزايا التنافسيه فيها يا فندم. شوف الحقيقه الاردن عندها يعني طاقه بشريه كبيره جدا، وانا قلت 49% من سكان هذه الدول من الشباب، فعندها طاقه بشريه كبيره. الاردن الحقيقه رغم صغر حجم ومساحه هذه الدوله الا انها عندها طاقه بشريه كبيره، عندها عدد كبير من الجامعات، عندها كثير من العلماء الحقيقه اثروا العالم العربي بكثير من الاختراعات والبراءات، وعندها كمان الموانئ على البحر الاحمر. وخلي بالك العلاقات الاستراتيجيه او البعد الجغرافي او هذا الهلال، خلينا نقول الهلال الجديد الصناعي اللي هيتكون ما بين مصر والاردن والامارات، هيكون بعد استراتيجي كبير جدا. انا مش عايز اتكلم في بعد جيوبوليتيكي، لكن هيقدر يقف قدام تكتلات اقتصاديه للاسف بتلعب دور سيء في العلاقات المصريه العربيه او العربيه العربيه. أنا بشكرك يا فندم على هذه المداخلة، الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا، شكرا لك على كل ما تفضلت به من تفاصيل.